في هذه الأيام تعيش تركيا مرحلة انتخابات خطيرة، مسألة شرعية وصراع فعلي بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر. وأقول رسالة إلى كل من يحمل الجنسية التركية، سواء من الأتراك الأصليين أو من الأتراك المتجنسين، يجب عليكم وجوباً أن تنتخبوا الرئيس أردوغان الذي يحمي بيضة الإسلام في هذه البلاد، هو وحزبه. وهذه حقيقة، عندنا قاعدة في الشريعة الإسلامية فقهية تبنى عليها أحكام كثيرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والحفاظ على دولة الإسلام، والحفاظ على المساجد، والحفاظ على دور القرآن، والحفاظ على المعاهد الشرعية، والحفاظ على حجاب المرأة المسلمة، والحفاظ على ثوابت الدين وبيضة الإسلام، كله أمر واجب. والرئيس أردوغان وحزبه قد تكفل بحفظ هذه الثوابت. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فإذا طلب منك الحزب الإسلامي والرئيس أردوغان في هذه الظروف ضد هذا التيار الفاسد الذي يريد أن يمسح الإسلام، طلب منك أن تنتخب، فيجب عليك